بكرة الأحد 27 نيسان ذكرى شهداء الصليب الأحمر اللبناني، أكيد عم يحتفلوا بها الذكرى أعضاء الصليب الأحمر. معنا بستوديو رشال حايك، أهلا وسهلا فيك، وماري تريز كالتاني أهلا وسهلا فيك كمان ماري تريز. أنا بقول عم يحتفلوا بهالمناسبة لأن هي فعلا يعني نهار احتفال، لأنه هالشهداء يمكن من يعني أهم الشهداء وأعز الشهداء على قلبنا وعلى قلبكم. خبريني شوي رشال. نحن السنة مثل ما قلت عم بكرة في ذكرى شهداء الصليب الأحمر، نقينا هيدا السنة أنه نعمل مثل حملة توعية كرمال نوعي العالم على مشكلة كتير أساسية بالصليب الأحمر، يلي هي مشكلة المخاطر اللي عم يتعرضوا لها، ويلي أصلاً 12 شهيد من أصل 15 ماتوا بظروف حرب أو بظروف تعرضوا لمخاطر يعني. فيلي فكرنا نعمله كانت حملة توعية على نطاق لبنان كله. الحملة كان العنوان تبعها لكل إنسان. هيدي الحملة بلشت، استعملنا الأمبولانس يلي انصابت بال 2006، ضربت، هلا بنشوف صورتها، استعملناها أخذناها على كذا منطقة، منهم على منطقة سلم يلي كانت جامعة الأليوب جبال، على منطقة نزاعات يلي كانت بطرابلس، وأخذناها كمان على زحلة على مخيم للاجئين السورية. الهدف الأساسي كان أنه نوعي العالم على دور الصليب الأحمر، أنه نحن صليب أحمر مؤسسة حيادية، مؤسسة ما بتميز بين ولا انتماء ولا دينة ولا طائفة ولا مذهبة، نحن هون لنساعد كل العالم. فهذا كان الهدف يلي جربنا نوصله به هدول الحملات يلي عملناه هون. بكل منطقة كنا عم نروح عليها كنا عم نوزع مثل بوك ماكس أو بروشيرات بفسر عن مبادئ الصليب الأحمر، بالإضافة لأسوير كمان كان مكتوب عليهم لكل إنسان، يعني مثل ما قلت هو التام أو الشعار طبعا ذكرى السنة. وزيادة كنا عاملين مثل معرض صور بدل على المخاطر، مثل ما عم نشوف المعرض هون عم نفسر للعالم عن الموضوع، عم نوزع لهم كمان الأسوير والبوك ماكس اللي حكينا عنهم، هيدا بزحلة بمخيم للاجئين السورية. وكمان اللي جربنا نعمله كان على لوحة كتير كبيرة بتحمل عنوان لكل إنسان، كنا عم نجمع مثل ما عم نشوف بصمات العالم وإمضاءاتهم، كأنه هي دليل أنه هن بيعترفوا أو هن وصلوا المساج أنه الصليب الأحمر مؤسسة حيادية، وهن رح يجربوا يساعدونا حتى نحمي هالمؤسسة، نحمي المسعفين بدل ما نكون عم نشكل خطر على حياتهم. مهم بالأوقات الحرجة الكل يتذكروا هالموضوع. ماري تريز، بكرة شو رح يكون فيه؟ نحن بكل 27 نيسان هي ذكرى الشهداء تبع كل صليب الأحمر، لنا 29 سنة بنعمل هيدا الذكرى. صليب الأحمر اللبناني. صليب الأحمر اللبناني أكيد. الاحتفال رح يتضمن أكيد الخطابات بالأول، رح نحكي عن الحملة الإعلامية اللي هلأ شفناها، وأكيد بالآخر في ذكرى للشهداء، منقدم درع شكر لكل أهالي الشهداء، وبنختمها بمثل شيء صغير كرمال شهدائنا. فذاتس إت. وين رح يكون بكرة؟ بالسين جوزيف قرنة شهوان. والدعوة لمين؟ دعوة مفتوحة للجميع، دعوة عامة. نعم، كل شخص يعني بحب انه نعم يعني يحتفل بهالذكرى بيقدر يكون بكره. اي ساعه؟ 6 بعد الظهر. قد ايه صار لك بالصليب الاحمر؟ تقريبا 6 سنين. ليش؟ شو اللي بيدفعك كصبيه بهالعمر تكوني عم بتكرسي هالقد وقت لهيك عمل؟ الصليب الاحمر بهذا العمر من انا بلاقي من احلى القصص اللي فيك تعمليها، لانه بتاخذي خبره مش بس كاسعاف، كتعامل مع العالم، كبتشوفي كل شيء من منظار غيرك، كيف بتصير عندك مثل تحسي مع غيرك، بتتعلمي كثير قصص، يعني مثل ما شفتي بنشتغل اكبر من اسعاف، ويعني بعمر اصغر بركي في كثير عالم بفوتوا على سكوت وكل شيء، بس توصل لمرحله بتوقف. الصليب الاحمر اوسع، وبتحس انك عم تساعدي غيرك، انه مفيده بالمجتمع. خلينا نشوف فيديو جبتوا لنا اياه عن نشاطاتكم. شباب خذوا وقع. ما توقف بدربنا طريقنا. خبرينا عن رشال، هيدي يعني مثل دعايه، هيدي ايه حمله دعائيه بالاحرى، توعويه كمان. مزبوط، نحن ضمن الحمله اللي عملناها كان في حمله اعلاميه كثير واسعه، تضمنت اول شيء بيلبوردز او لوحات اعلانيه شفناهم معروضين هلا بكل لبنان، بشعار ما توقف بدربنا طريقنا الحياد.
غير عن البلبلز اللي تعلقوا على الطرقات، كان في هيدي الدعايه اللي عم تقطع هلا على تقريبا كل الشاشات اللبنانيه، وكمان كان في الفيسبوك بيج اللي نحن عم نجرب كل يوم نضلنا عم نعمل هيدي الحملات التوعيه، عم نحط صور عن كل النشاطات اللي عم نعملها، كمان بهدف انه نكون عم نوصل هذا المساج لاكثر عدد ممكن من العالم. نرجع بنذكر، فاذا الذكرى هي بكره 27 الشهر بسان جوزيف، اي ساعه؟ الساعه 6 بعد الظهر. اهلا وسهلا فيكم، نتمنى اكيد السلامه لكل يعني اعضاء الصليب الاحمر اللبناني وغير اللبناني، ونتمنى انه فعلا يكونوا محيدين دائما لانه هن حيادين وهن موجودين للجميع. اهلا وسهلا فيكم. ماشي، مشاهدينا واقفه هلا ومتابعه.